أخت أم عبد الله سألت بالنسبة استعمال الماء الذي قرأ فيه الاستحمام داخل دورة المياه، وكذلك الزيت الذي قرأ فيه إذا وضع على الشعر والجسد، هل يجوز غسله داخل دورة المياه؟ الذين يأخذون الماء المقري فيها الآن في دورة المياه. هذا السؤال يتكرر كثيرا، والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، وإذا استعمل مثل هذا الماء في الاغتسال في دورات المياه أو أنه ادهن بزيت أو غيره وغسله في دورة المياه لا حرج في هذا فيما يظهر، لكن لو أن الإنسان توقى مثل هذا لكان ذلك أفضل، ولعله يؤجر على تعظيمه الماء الذي قرئ فيه، لأن ذلك تعظيما للقرآن ولأن ذلك تعظيم للقرآن وليس تعظيما للماء ذاته. المهم أنه إذا غسل ذلك في دورة المياه فلا حرج، ولا أعلم في السنة ما يمنع من ذلك.